النهارده انا وزمايلي عشان الزياره دي بتبسطنا جدا وبنتفائل بيها. بنتواجد دايما قبل كل بطوله في مستشفى 57 في 357. مبسوطين جدا بالتوسعات اللي احنا بنشوفها المره دي، واتمنى ان كل مصر تيجي تشوف الحلم الموجود هنا اللي هو 300 سرير اللي هو يكمل على خير ان شاء الله. ونبدي اعجابنا بالصرح الكبير اللي اتعمل في 57 357، خصوصا بعد ما احنا شفنا المساحه الارض الجديده والمساحه الكبيره قوي اللي هم بيحاولوا يعملوا مدينه ل 57 357. احنا بس بنحاول نتواجد ان احنا نرفع معنويات الاطفال ديت ونأذيهم زي ما المستشفى بتحاول تعالجهم طبيا، احنا بنحاول نعالجهم نفسيا كنوع من المشاركه الوجدانيه لينا للبلد وللاطفال اللي هم اخواتنا واولادنا وممكن اي واحد يكون مكانهم يعني. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.